geska afikio gankiyo badacas geska afikio oho gankiyo badacas umadku iyadoodiyo geel dhalay kumaashiyo gey magac leban nahay oho aha geska afikio gankiyo badacas geska afikio umadku iyadoodiyo geel dhalay kumaashiyo gey magac leban nahay oho أهلا بكم في أرضية مطار بوساسو الدولي الذي يطل على البحر الأحمر بتحفة معمارية تأسر عيون المشاهدين. جموع قفيرة اجتمعت هنا لترحيب الرئيس ولاية بوتلان سعيد عبد الله الدني في سيارة استثنائية إلى مدينة بوساسو عاصمة الاقتصاد للولاية. هنا وصلت الطائرة التي تقل الرئيس والوفد المرافق له وبدأت مراسم الترحيب على الفور. جاء الرئيس حاملا معه حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية للسكان بوساسو التي تعد الشريان الحيوي لاقتصاد بنتلان. هنا ميناء بوساسو الشهير الذي تديره شركة موانئ دبي العالمية، وهنا سوق بوساسو المركزي، وهنا الطريق الذي يربط بين بوساسو وبقية مدن الصومال. حسمنا أمتعتنا للسفر إلى منطقة بيكولولي التي تبعد عن بوساسو قرابة 16 كيلومترا. سلكنا طريقا وعرا ترابيا بامتياز، وأخيرا وصلنا إلى الهدف. إنها منطقة سياحية تتكون من عيون مائية وغابة كثيفة الأشجار، يسور بها يوميا عشرات الأشخاص لغرض العلاج والطب في المياه الساخنة، وتروى قصص عن امتلاك المياه خاصية العلاج لبعض الأمراض. هنا عقد لقاء تشاوري بين سكان بوساسو من أعيان القبائل ورجال الأعمال من جهة، وبين الرئيس سعيد دني، وتباحص الطرفان سبل التنمية الإقليمي وتقديم فرص الاستثمار لضمان التطوير ودفع عجلة النمو إلى الأمام وتحقيق تنمية مستدامة. هنا تحدث الرئيس في كلمة مطولة عن بوساسو وموقعها الاستراتيجي وعن اهتمام الحكومة في البنى التحتية للمدينة، نافيا إهمال وتهميش سكان بوساسو جملة وتفصيلا. كما دعا الرئيس إلى دعم مؤسسات الحكومة لتفعيل كافة الأنشطة المطلوبة من قبل الحكومة. وحن رجينا يا إنان سمي وليو مقالبان بوساسو ودولدو هل بولوه إنان كدبين نارمنا مقام كي يشرفتي اللي هاجرتي بوساس إنا سون نغوط تاسق وحي كم يتاهي أجندياش أشقاد إن الدولد يعني كم يتاهي إلهي إذن كيس وقتي آن فوقين وادارك الدونتان ما أورانا إنو حد عند لنو وعررنا لكن وحي نيشيغي إنا مشاريع دا عن قعان تكوه إنو مشاريع عن اسكا أورانا إنو ماه مشاريع عن كامبين كنقل إنو ماه إذن كانوا كالمان إني قفل إنا haddaan aragtaan inaan ku filnayn dantiin abaar baa u leedihiin inaa marka horan dhaliishaan marka damana talada inuu gudbuna qaadataan laakiin qof dan kale leh danta halka nagama sheegan karo taasna waa inay muhiim noqoto meesha aad rabtaan baa inla rabi doonaa اتفق المفاوضون عدد من القضايا التي كانت محل اهتمام لسكان بوساسو بشكل عام. هنا انفض الحضور وقد تم وضع حجر الأساس لبداية مسيرة جديدة من أجل توفير فرص حياة طيبة وبناء مستقبل مشرق للأجيال الناشئة. Geska afrikio, gankio batas, ge
iska afrikiyo oo gacankiyo bataas ummadku yadoodiyo gel dhalay.